صوت صفير. ايوه انا الشخص اللي صفر واوعى تعيش في دور ضمير. يا نهار اسود ده انت الخالق الناطق شكلي انا، انت مين يا عم انت؟ انا الضمير اللي مغص عيشتك لو في سكه شمال مشيت كتير، واللي بيستريح لو شافك رايح لسكه خير. نفض لنفسك معرفكش، ده كلام معناه خطير. ناسيني وبتحاول تموتني بطرق كتير، كمان عايشني في دور الفيلسوف وانت حمار كبير. بتحنس الجعان يا دنيا قول عبان، يا ندغ اللبان وتساوم في الفقر. عم الضمير نعم اشوف وشك بخير، خلصت منه. مين يا روحي منه؟ لسه عايش؟ ايوه ليه؟ عشان بشرب لاتيه. واقول لك حكمة ربك في اني لسه عايش هي ايه؟ اسمع حكمة ربك هي ايه؟ من رحمة ربنا ان الضمير ما بيتقتلش، عشان يفضل باب التوبة مفتوح ما بيتقفلش. الناس غلابة تكسبهم بلقمة حلوة وكلمتين، بس ربك شايفك من جوه هتهرب منه فين؟ امشي غور مش هغور، هبني حيط حجر وسور. الغرور خلاك بتأذي زي مدمن الخمور، بتعمي نفسك على الحقيقة ودي بداية الفجور. واخد بالك يالا ودي بداية الفجور. هتسلم لشطارك يتحول حبيبك، هتبين ضميرك وتصيح، وده مش مكانك وصحح طريقك وصحح ضميرك للضيح. هتسلم لشطارك يتحول حبيبك، هتبين ضميرك وتصيح، وده مش مكانك وصحح طريقك وصحح ضميرك للضيح. هتسلم لشطارك يتحول حبيبك، هينيم ضميرك وتصيح، وده مش مكانك ومصحح طريقك وصحح ضميرك للضيح.